منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، فإن المؤسسات الإعلامية التشادية إن كانت العامة أو الخاصة وبتوجيهات من كبار مسؤوليها بدأت في تقديم معلومات دقيقة وكافية عن هذا الوباء العالمي الخطير لمختلف طبقات المجتمع التشادي، معلومات تتعلق بكيفية تطبيق الإجراءات الوقائية لعدم التعرض لهذا الوباء، بحيث أن هذا الوباء حتى اللحظة قد تسبب في تسجيل وفيات تقدر بأكثر من 40 حالة وفاة، ذلك مقارنة بعدد الإصابات التي تفوق أكثر من 400 إصابة بحسب وزارة الصحة العامة، ذلك منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في 19 من شهر مارس 2020. فلذلك ولأجل الوقوف أمام هذا الانتشار السريع لهذا الفيروس المستجد، فإن الحكومة قد لجأت إلى الجمعية الوطنية لمطالبتها بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين إضافيين بغية مضافة الجهود للحد من هذا التفشي السريع لهذا الفيروس بين السكان. فيا ترى ما هي أهم المرتكزات الناجعة التي تقوم عليها هذه الجهود التي تساعد سلطات البلاد العليا للحد من تفشي هذا الوباء بين السكان؟ بالتأكيد أن هذه الجهود وبحسب مداخلات بعض النواب خلال مناقشة مشروع تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة هذا الوباء ترتكز على تفعيل الدور التوعوي للإعلام وتقديم رسائل توعوية مكثفة حول خطورة الكوفيد-19، تشارك فيها بحسب النائب البرلماني صالح كبزابو جميع الوسائل الإعلامية العامة وكذا الخاصة، ذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها لا سيما لوسائل الإعلام الخاصة. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين أكد بأن الإعلام العام قد قام بلعب دور كبير في توعية المواطنين بخطورة هذا الوباء، ذلك من خلال برامجه المتنوعة، كما أشاد أيضا بالدور الفعال لوسائل الإعلام الخاصة في هذا المجال ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود اللازمة، مشيرا إلى ذلك هو من أجل المصلحة العامة. هذا وإلى ذلك وضمن هذا السياق التوعوي فإنه لابد من الإشارة إلى أهمية الرسائل التوعوية حول التدابير الوقائية التي تقدم عبر الهواتف المحمولة أثناء إجراء المكالمة، هذا ناهيك عن تلك التي تقدم عبر المقاطع الموسيقية. كورونا فيروس نصر يدينكم بالصبور، ما تلموا مكان واحد، اسمعوا كلام حكومة خلوا بينكم خلفان. فبين هذا وذاك فإنه يجب على السكان اتخاذ العبر والاستفادة من الرسائل التوعوية التي تقدم عبر مختلف الوسائل الإعلامية حول الوقاية من هذا الفيروس المستجد. وفي سؤال آخر لنائب برلماني آخر يتعلق بعدم التلاعب بالمراسم التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على إعادة نشرها عبر الإذاعة والتلفزيون كما هو عليه في السابق، فقد أكدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة مريم محمد نور بأن الأمانة العامة وبجانب نشرها للمراسم عن طريق التواصل الاجتماعي فإنها تقوم أيضا بنشرها عبر الجريدة الرسمية للجمهورية التي تصدر بصورة شهرية، كما تقوم أيضا بنشرها المراسم الهامة والطارئة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. عموما على السكان الاستماع للرسائل التوعوية وتطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بعدم انتشار هذا الفيروس الذي أثر سلبا على المواطنين على كافة الأصعدة. في بلد آخر في اليوم ده خلي أكل.